وصل إلى البلاد هذا اليوم فخامة الرئيس داني فور رئيس جمهورية سيشل الصديقة في زيارة لمملكة البحرين، حيث التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأجرى مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس داني فور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، وسمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء.